السلام عليكم أعزائي المتابعين الكرام، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير إن شاء الله داخل المغرب وخارج المغرب. وكما كتشوفوا جيت نشارك معكم في الطول ديالنا المتواضع البسيط، وكنتمنى يعجبكم وكنتمنى تقبلوا عليا وكنتمنى تحبوني كيف ما أنا كنحبكم. والله العظيم وراسي ما على فمي، ربي اللي عالم شحال كنبغيكم. وكما قلت لكم كنتمنى تقبلوا عليا وكنتمنى نكون خفيفة على قلوبكم، وهذا هو الفطر ديال هاد النهار. وراني وعدتكم قبل من هنا لقدام اي حاجه غنشاركها معكم ولو غير بسيطه، متى بغيت تقبلوا عليا. وكنبغي نقول للناس اللي بالنسبه للناس اللي اول مره غيدخلوا القناه يضغطوا على الجرس ويديروا ابوني باش يوصلهم الجديد، وبالنسبه للناس اللي مشتركين في القناه كنتمنى يزيدوا يدعموني ويوقفوا معايا ويشجعوني باش نجيهم بالجديد ويكون ديما الجديد. وتحيه للدول العربيه وتحيه للدول الاوروبيه وتحيه للجزائر وتحيه لتوانسة وتحية الريافة، تحية اليوم كبيرة والله العظيم، تحية الناس أكادير، تحية تونس، تحية جميع الدول العربية من طنجة للقويرة، تحية اليوم وتحية المتتبعين الغاليين ديالنا. وكنبغي نقول لكم باي باي، السلام عليكم، صحتكم فطوركم، كنحبكم وكنحماق عليكم.